مبروك مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلها. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. مش صفاء بيه انا كمان يا ماما عيب كده تفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غاره جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. طيب ارقص يا تانت ام نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحل. ايه يا هارب؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ هي يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتطلع عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا طنط. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدي. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال؟ تسرقونا اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف انا اسف يا بابا. سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ هو ده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله. سنين سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب نضربها بره. اضربها بره. اضربها بره. اضربها بره. اضربها بره. يلا يا معفن يلا بتي نفسك ايه على ابره كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد بشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول بشندي هو اللي سرق العقد؟ قطع دراعي باللي ده اما كان بشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لازم خدامه بنت بشندي صدق هو بشندي. انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه هوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيبي بقول لك يا نوال انا عايز عنوان بشندي ضروري. بشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي ده عايز يفرق بينا. ده انا ممكن اولع الدنيا. ايه يا اعمى يا اعمى ايه؟ مش فين قاطع ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا هستناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبتك. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انا انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
بتنتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكتي انتي. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيمور؟ البنت دي تلزن نفض لنفسك يا نفض ايه؟ في حاجه في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ انا مخطوفه. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البنت اتخطفت، البنت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه يا عايز حاجه يا عايز الاستفنديه بتاعتي. خد انا بتعرضها يا اط، انا مش قلت لك طريها يا اط؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش ورا كل ايه؟ يلا بسله فله. انا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجه، انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس انا قمت بالواجب يا باشا. صح. خد خطيبتك وروح، وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. كده تسيبهم ياخدوني؟ انت بتستهبلي، ياخدوك ايه ده؟ انت روحي افهملي، انا ما اقدرش اتخاني وانت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومه في المكان. انا قلت كده برضو. هتعمل ايه مع بشندي؟ لا بشندي ده حكايته حكايه. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تخلينا نمشي بالشارع ده، انت مش لسه حضرت الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى يا سيبتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك. تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه يا بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دول. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا. حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادة. يلا طلع طلع. وزع. فرقوا مالي. فرقوا فرقوا. لا حول الله. بعدك شب ترى والله حزنت عليك، والله تأثرت لي. لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا اخويا مشلول. وانت واقف على رجليك. خمسة. معك فلوس وعملت مرقة وانا مش لاقي اللغة. خمسة. حرام عليك. اعطيله خمسة. حرام عليك. يا ذئب يا ياد. والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته. ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لستك 100,000. يا اخي السؤال هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا راعي. انا شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوة. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوش اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه من هم يا بنت. ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش. بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حبه كله السحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300 ألف اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمس انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيف في آخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي أنا اللي سويت لك العمل. وعملت له إيه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك إنك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. إحنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. هيك ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل؟ اقول لك ما نام تقول لي نام؟ خلاص مدد. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لنبرنا يا عمي من برنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل ببي دخان. والله سوي بوليوشن. اطلع مش طالع. اطلع قلتلك مش طالع. أنا العفريت. ساعتني ليه يا حرامي؟ أنا مش خرامي. شا حرامي تسرق كل الناس. فاكر آخر مرة سرقت فيها؟ لو جبت أم نوال يا حرامي. أنا ما سرقتش حاجة. لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حاسس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم ام نوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابوس ايدك. حمدي لا ام نوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يجوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يجوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه بفارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي حجيب التاية. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. اسمع يا عم زفت انت.